أحبائي وأصدقائي العرب والناطقين باللغة العربية في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. أخوكم مصطفى يحييكم من أرض البرازيل، ونقدم لكم برنامج رحلة البحث عن الله. وإحنا بندرس مع بعض التعاليم الروحانية اللي أتى بها العالم الفرنسي ألان كارداك منذ 1857، يعني عدينا 160 سنة. النهاردة عايزين نتكلم في موضوع، يعني أنا أجلته كتير، لكن في ناس كتيرة مشتركين في القناة أو بيعرفوا حد برضو بيكون مصاب بمس بروح شريرة أو غير شريرة، بتضايقه جدا وبتتعبه جدا. احنا عايزين نعرف ايه انواع الارواح دي، لان ببساطة في الدين احنا ناس بتكلمنا بتقولنا ان في جن شيطان مس من الجن وهكذا، وبيحاولوا يطردوا الجن دوت. فاحنا عايزين نشوف مين الناس دي، لان احنا عارفين ان مفيش حاجة اسمها جن، يعني اتخلق مخصص علشان يتعب الإنسان ويقرفه. مفيش حاجة برضو اسمها شيطان، لأن أساسا مفيش برضو قصة آدم وحواء، وبالتالي مفيش الملاك اللي هو تمرد على أمر الخالق يعني. فإحنا النهاردة هنتكلم على أنواع الأرواح المتملكة. إحنا بنقول بيتملك، يعني بيتمكن من الإنسان وبيقعد معاه دبان كده، بيأجره، بيوجع دماغه، وسواس ضيق على الودان الوقت كله، وبيتعبه نفسيا وبيحس بيه. وغير بقى في موضوع الاتصال الجنسي دون برضه، وهنفرغ له حلقة اللي هو أنكوبوس والسوكوبوس، دول برضه هنتكلم عليهم في مرحلة جاية. لكن اللي خايف من الموضوع ده ما يشوفش الحلقة دي يعني. هنشرح فيها أنواع الأرواح اللي هي بتسكن الإنسان دي أو بتتعبه، وإزاي إن إحنا نتفادى الناس ديت، إزاي إن إحنا نخلص منهم ونقدر إيه نعيش بسلام بدون الإيه التعب النفسي الكبير اللي بيحصل لنا، وبيؤدي إلى حتى جرائم، وبيؤدي إلى انتحار، وبيؤدي إلى أشياء كتيرة. وتأثير الأرواح علينا اكتر ما احنا بنظن يعني. وطبعا يعني احنا كنا بنتكلم في المادة، انا خلصت كلامي عن المادة يعني، مش هنقعد نزلنا ونعيد فيها. ايه اللي عايز يعني يكمل معانا يكمل، اللي عايز فقط يبقى في المادة، احنا بنحب كل الناس وما فيش مشاكل، فمش هنضيع نفسنا وقتنا نتكلم عن المادة وكده. احنا موضوعنا نتكلم عن الارواح، ودي المهم يعني. فأنا عندي 7 أنواع من الأرواح، 7 أنواع من الماس دول، من الناس الأرواح السفلية الضالة دي، ودي بتأثر على الإنسان جدا، واخد بالك. فالهدف الأساسي بإن إحنا نسمي الأرواح دي اللي هي المتملكة، اللي بتتملك الإنسان دي أو اللي بتأجره يعني، هو فقط لتسهيل شرح كل واحد منها. احنا عندنا 7 حالات هنشرحهم مع بعض، ده غير بقى الانكوبوس السوكوبوس، هخصص لهم حلقة، اللي هم عملية الجنس دي. ساعات ناس في السرير بيشعر وكأنه مارس جنس مع حد، وبيصحى وبيبقى عنده نفس النشوة اللي هو مارس جنس، سواء راجل مع بيحس ان هو نام مع روح كده بنت يعني، وساعات برضو البنت بتحس في راجل نام معاها، بالرغم ان ايه ان دي ارواح يعني، وازاي برضو نتخلص منها دي. هحاول اخصص لها حلقة تانية. طبعا المفروض النهاردة كنا نتكلم عن كلاوديو، فهطلب منكم الاذن يعني، عشان الموضوع ده مهم جه في النص كده، لكن بكرة هترجم كلاوديو، بعد بكرة نعمل حلقة عنه مطولة يعني، نجيب معلومات كتيرة يعني. فالهدف الأساسي من تسمية هذه الأرواح اللي هي المسوسة أو المتمكنة هو فقط لتسهيل شرح كل واحدة.
عشان نفهم أصل كل واحدة منها. وطبعا احنا ما عندناش اي نية ان احنا نستهزئ بيهم، مش عايزين نستهزئ بالارواح دي او نضحك عليهم او حاجة زي كده. دول ناس زينا زيهم، يعني اصدقائنا في الرحلة نحو التطور. يعني هم ملازمنا من زمان، ربما كانوا اصدقائنا، ربما كانوا اعدائنا، وهكذا عبر السنين. وبيحصل ان هم بيتصلوا بينا وبيعملوا لنا المشاكل اللي احنا بنشوفها ديت، الناس اللي عندها مس، والناس اللي عندها الاحساس ان في حد عايش معاه، الاحساس ان في حد بيلعب في البيت عنده، وهكذا. دي حاجات بتحصل وظواهر مادية الناس بتشوف الحاجة بتحصل قدامها، وطبعا محدش يقدر ينكرها. يعني حتى بيجي اي مادي بيفحص العملية دي وبيجد تأثير الأرواح. فإحنا عندنا 7 أنواع. أول نوع اللي هي الملازمة للمنزل أو المحل أو الموقع. يعني في أرواح اللي إحنا بنقول إيه، منزل مسكون، عمارة مسكونة، مثلا في مكان، مثلا مزرعة بتلاقي الناس عايشة فيها برضو مسكونة. وشوفنا افلام كتير عن كده، اللي هو السيكس سينس، الحاسه السادسه وكده، بنلاقي ان الناس عايشه هناك وفاكره ان هم عايشين عادي. بيشوفوا الناس اللي الاحياء داخلين بيحسبوهم هم الارواح وبيستخبوا منهم، يعني هم بيحسبوا ان هم عايشين زينا زيهم كده، ما عندوش فكره ان هو مات اساسا. يعني فهتشوف اول النوع اللي هم اللي ملازمين للمحل ده، للمسكن، يعني اللي هم بيسكنوا المنازل دول. هي نفس متوفية، روح اتوفت، يعني كانت خلال حياتها لها تمسك خاص او تعلق خاص بمكان معين وتستمر هائمة في هذا المكان. في معظم الاحيان روح واحدة في معظم الاحيان، لكن ساعات بتبقى 3 4 مع بعض. يعني يستمر في حال الضياع، ولذلك يستمر بالإقامة في نفس الموقع أو نفس المكان. الأرواح ديت ناس بتبقى يعني بيحب جدا جدا البيت اللي هو فيه، مش عايز يترك البيت، مش عايز يترك العمارة لو هو صاحب العمارة، مش عايز يترك الحقل أو المزرعة اللي هو كان فيها، الشركة اللي هو أسسها بدمه وتعب فيها طول حياته، وبعدين بيموت، وبعدين بيشوف أولاده مش عايزين يكملوا وبيتعاركوا مع بعض وهكذا. فبتلاقيه بيحزن جدا وبيروح وبيعيش في المكان ده، فبيسكن في هذا المكان. وهو كأي روح متملكة، احنا بنسمي الأرواح دي أرواح متملكة، بيتملك الإنسان، بيتملك المكان. هو كائن غير متزن وغير سوي، لكن في العادة ليس لديه سوء نية. في العادة ما عندوش سوء نية، مش عايز حاجة هو غير المكان اللي هو فيه. ازاي بيتصرف؟ كيف يتصرف؟ في القليل من الأحيان يحاول أذية الأشخاص، ده في آخر حالة ممكن يحاول أذية الناس اللي موجودة يعني، لكن في العادة مش عايز يأذي حد هو. لكن في معظم الأحيان عنده النية لكي يطردهم، هو عايز يطردهم من البيت، مش عايز حاجة، وعايزهم يمشوا من البيت. ليه؟ لأنه يعتقد بأنه الوحيد الذي له حق في أن يقيم بذلك المكان. يعني مثلا هو توفى وعنده بيت، والبيت ده بتاعه، صرف عليه شقاه، تعب، اشتغل طول عمره، فمش عايز يسيب البيت ده، مش عايز يروح مع الملائكة، فبيقعد فيه. فلما يجوا ولاده يبيعوه مثلا او حد يأجروه مثلا، فهو ده بيتي، ده انتوا جايين هنا تعملوا ايه؟ فهو بيحاول بكل شتى الطرق ان هو يطرد الناس دي بدون ما يأذيهم. هو مش عايز يأذي حد، هو راجل طيب وكل حاجة، لكن من كتر تعلقه بالأشياء المادية بتلاقيه يعني زي ما احنا بنقول ميت على الدنيا. فبيعيش، بيبقى سجين في هذا المكان، بيقعد فترة، مش شوية يعني، في ناس بتقعد فترات طويلة جدا، لكن
المراكز الروحانية هنا بتحاول بتفهمهم وكده، بتشوفهم بتكلمهم وبتفهمه ان هو توفى، وبتوري له النور وهكذا، وبتخليهم يخلعوا من المكان اللي هو مسكون ده. ماشي، فده اول نوع من الارواح المتملكة دي، اللي هم اللي بيسكنوا مكان معين. تاني نوع بقى هو المتملك، اي بيتملك الانسان عن طريق ايه؟ الجذب. عن طريق الجذب. ايه بقى الجذب ده؟ عن طريق الميول. لما بيشوف مثلا واحد شبهه، واحد ليه نفس العادات، ليه نفس الرغبات، بيعمل نفس الاشياء اللي هو كان بيحبها في الدنيا، فبيتجذب اليه ويقعد معاه بقى، خاصة هنشوفه ده بقى. فالوصف هذا الروح عادة يتم جذبه بالميول، بنوع بالميول يعني، او التناغم مع الرغبات. يعني الناس اللي عندها رغبات معينة، بيحب مثلا الجنس، والتاني بيحب الخمور، والتاني بيحب المخدرات، هنشوف دي مع بعض، فبيجي بينجذب اليهم ويقعد جنبهم يعني. عندما يعتبر عندما يعثر آسف عندما يعثر على أحدهم بنفس أو من نفس نوعيته النفسية وميوله ونفس الطاقات السالبة. مثل يعني مثلا لو في روح من الأرواح مثلا عنده إيه بقى؟ الغضب، الزعل، زعلان، العنف، الإدمان، الغيرة، الحسد، الاكتئاب، الكراهية والطمع. بيشوف واحد بيتجذب حسب النوع ده. يعني مثلا واحد طماع، والروح ده كان طماع في حياته، هو هائم كده، فما بيشوف واحد طماع بيجي يسكن جنبه وعايز ايه؟ يشجعه على الطمع، يشجعه على السرقة، يشجعه على احتواء اشياء مش حاجاته، طماع بقى، يسطو على ورث اخواته، مش عارف ايه. الروح ده بتبقى جنبه، ومش روح واحدة، ممكن تبقى جنبه ارواح كتيرة جدا من نفس النوعية دي. لو هو طماع، لو هو حسود برضو وعايز الحاجة تزول من جاره، وعايز الحاجة تزول من الناس، بتلاقي برضو نفس انواع الحسود دول بيجوا جنب الزبون دون، ويحسوه يعني على المزيد من الحسد والتمني، وتبقى حالته زي الزفت يعني. الغاضب ايضا، والناس اللي بتمارس العنف طبعا، بتلاقي الارواح اللي بتحب العنف، اللي كانت بتتعارك الفتوات وكده، فبييجوا يقفوا جنبه يشجعوه ويخلوه يتعارك دايما ودايما، مش قادر يتاقوا الغضب وسريع الغضب وروحي في مناخيري وهكذا، ويبقوا قاعدين له بقى، لان ده ايه؟ الجذب من حيث النوع يعني. فهم بيروحوا الارواح دي بتعثر على شخص له نفس مواصفاتهم، لو هو في حالة غضب، لو هو في حالة عنف وهكذا، فبيقعدوا جنب الزبون يعني. ايضا ليسوا ذو نية سيئة، كل ده ما عندهمش نية سيئة، فقط يريدون التغذي، عايزين يتغذوا على هذه الطاقات السلبية فقط، هو عايز يملأ نفسه من الإحساس ده، والتي تتحقق فيها سعادتهم وشهواتهم. دي أهم حاجة، أهم حاجة اللي هو يشبع الغريزة بتاعته على قد ما يقدر، لأن ماديا هو مش قادر، واخد بالك؟ فبيجي جنب واحد وبيقدر ايه؟ يستفيد منه يعني، اللي من نفس النوع ونفس احتياجاته يعني. وبيتصرفوا ازاي بقى؟ طريقة تصرفهم هذه الروح او هذه الارواح يعني، لا هدف هو ان يتغذى على الطاقة التي يحبها، وكثير من الاحيان يحمي ينبوع سعادته او لهبه يعني. بيحمي الانسان النكدي دون، عايز يخليه نكدي طول حياته عشان هو نكدي، واخد بالك، او مكتئب، وعايز يقعد جنب واحد مكتئب، فمهم هو يحميه، هو عايز يكون مكتئب الوقت كله، يشجعه على الاكتئاب، يشجعه على الاكتئاب. ليه؟ لانه هو مكتئب اساسا، وبيجي ورا منه جيش بقى 20 واحد مكتئبين، يقعدوا جنب المكتئب دون ويخلوه مكتئب الوقت كله يعني. ده النوع التاني اللي هو عن طريق الجذب يعني. انت لو مثلا مكتئب بتجذب الناس دي.
تالت روح بقى روح المتملك بالحب. شوف شوف قد ايه بقى الحب الجنوني العشق. يبقى واحد مثلا شوف شخص بينفصل عن الجسد وبيختار ان هو يكون 24 ساعة في اليوم بجانب شخص معين، والذي كان يحبه بجنون. بتلاقيه الشخص دون اللي هو مثلا توفى وكان بيحب بني آدمة، او مثلا ست توفت، بنت توفت وكانت بتحب شخص بني آدم، فبتبقى قاعدة جنبه 24 ساعة، مش عايزة تسيبه، مش هسيبك، مش همشي، مش هروح في اي مكان، يروح ياكل تقعد معاه، يروح يمشي تمشي معاه، يروح الشغل تروح معاه، ينام على السرير تنام معاه، وهكذا. فبتلاقي الروح دي ملازمة 24 ساعة في اليوم وبتأثر عليه جامد، ما عندكوش فكرة يعني. عادة حديث الانفصال، يعني يتوفى من مدة قريبة زي زوج أو حبيب أو حتى أحد أعضاء الأسرة، ممكن تكون أم أب أخ ابن، كل دول مش عايزين من درجة الحب الجنوني للشخص الأرضي، مش عايزين يفارقوه، ما بيروحوش مع الملائكة، بيقعدوا معاه في البيت ومش عايزين يسيبوه، مش عايزين يفارقوه، فبيقعدوا هنا في الأرض يعني. وعلاوة على ذلك هم ليس لديهم وعي بأنه توفى، مش عارف أنه مات. وفي معظم الأحيان يكون غاضبا وغير راضيا، خاصة لأنه لا يستطيع التعايش الطبيعي مع ذلك الشخص. يعني مثلا تخيل راجل توفى ومراته هنا وهو عايز يتعايش معاها، عايز يعني يمارس حقوق زوجية، عايز وعايش عايش، فما بيقدرش لأنه هو روح، لأنه هو ليه جسد أثيري غير الجسد المادي. فبتلاقيه قاعد دبان ملازم الست دي الوقت كله يعني، وطبعا بيبقى زعلان جدا، ازاي هي بتهملني، ليه ما بتردش عليا، وبيتجن يعني. في طريقة تصرفه هذا المتملك ليس لديه أقل نية في أذى الشخص المتملك أو المملوك، يعني هو مش عايز يأذي المحب، مين عايز يأذي حبيبه؟ مين أم مثلا عايزة تأذي بنتها أو ابنها؟ لكن بالطاقة القوية السلبية بتنتهي أن تؤذي وبشدة الشخص الذي يحبه، حتى بيجي له مرض. بتلاقي الناس دي الأحياء بتمرض، مش عارف هو عيان ليه، تعبان، بيقوم من النوم تعبان جدا، مش عارف هو قايم ازاي بالطريقة دي. فدي مشاكل كبيرة، حكاية الروح المحبة دي ازاي تتخلص منها. الشخص الحي لازم يعمل صلوات كبيرة جدا، يعني انا هتكلم على دي بعدين، لكن صلي جامد جدا وادعي للشخص دون، واتكلم وانت بتدعي، يقول له ان انت توفيت ورحت عند الله سبحانه وتعالى، وانت النهاردة دور على النور، روح مع الملائكة، احنا هنا الحمد لله مبسوطين، ما تخافش علينا، وهكذا، علشان يقدر يشق طريقه ويروح للرحلة، ويبطل هو يبقى مسجون في العلاقة دي. يعني اللي بيحب واحد لازم يضحي من أجله ويحب سعادته يعني. فالمفروض انت تتكلم وتقول له ما تخافش، واحنا كمان شوية هنموت برضو، هنفارق الجسد ده وهنقابل بعض هناك، فما تقلقش يعني وكده. فخلال الدعاء ادعي وقول بصوت يعني، فهو هيسمعك وتمام التمام، ويمكن تتفتح عقله ويمشي من المكان ده. مهم جدا يعني، لازم كل شوية لما بنيجي ندعي، بدل ما نقعد نعيط ونحزن ونجيب الهدوم ونقعد نحضن في الهدوم، كل ما هو يتمسك بينا، كل ما انت وتتمسك بيه الحاجات الشخصية وتقعد الحزن الدائم والعام، كل ما هيقعد جنبك الشخص ده وهيأثر عليك سلبيا، وهتمرض وهتمرض نفسيا، وهتخش في كآبة ومشاكل كبيرة. فالمفروض ان احنا ايه، نفهم النوع ده من المتملك المحب ده، وندعي له ان ربنا ايه ينور له طريقه
ويمشي من المكان ده، لأن المكان ده مش مكانه يعني. رقم 4 بقى، المتملك العبد. العبد مين بقى؟ مين بقى العبد ده؟ المتملك العبد ده للأسف جماعة السحرة بيستخدموه. بتسمعوا انتوا عن السحر طبعا، والناس بيقول لك ده بيستخدم الجن والجن مش عارف ايه وشامهولش وكده، دول بيستخدموا ناس غلابة بيستعبدوهم يعني. لكن يا ويلو الساحر دون، لأنه بيعذب الروح دي وبيستعبدها، وفي الآخر هما طبعا لما بيجي يموت بتلاقي ناس كتيرة جدا بتيجي تستعبده هناك، يعني بيعيش في مكان رهيب جدا. والناس اللي بتطلب السحر برضو بيروحوا يا جميل في مكان برضو مش كويس، خد بالك، مكان رهيب جدا مع الأرواح اللي هم كانوا لهم اتصال بيها. فنشوف للأسف الكثير من الأرواح تعاني من خوف رهيب، ساعة ما يموت بيحس بخوف، بيحس بهلع، بيحس بحيرة، واخد بالك؟ مش كل الناس طبعا، أنا بقول لك بعض الناس بتهر برابرة، يقول يا نهار اسود هموت وبتاع، بيبقى بيخاف جدا جدا وبترعب، وبتلاقيه قاعد في مكان مش عايز يفتح عينيه علشان ما يشوفش حاجة قدامه، مش عايز يشوف النور بتاعه، بيروح يستخبي تحت السرير وهكذا يعني، بيجيله حالة من الهلع والخوف، ويستمر في السير هائما كما لو كان زومبي، زي ما يكون زومبي كده ماشي 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 ماشي، وفي حالة يرثى لها يعني، خاصة لو هو كان مات بمرض معين أو بطلق أورناري أو كده، فبيحصل له مشاكل يعني. ولكنه طبعا بالكثير من الحزن نجد بعض الأشخاص المتجسدين أو الأحياء يعني اللي إحنا بنقول عليهم السحرة دول، يعلمون كيف يجندونهم، بيجندوهم يعني، ويجعلون من تلك الأرواح عبيدا لهم، بيستعبدوهم، بياخدوا الناس ديت ويستعبدوهم. وطبعا من الخوف من العقاب يعني، السحرة دول بيهددوا الروح دي، لو انت ما طوعتنيش ده انا هعمل واسوي فيك، ده انا هحرقك، ده انا هوديك النار، ده انا هوديك جهنم، ده انا ما عندكش فكرة قوتي وسطوتي، ده انا ليا اتصال بملك الجان وليا اتصال مش عارف ايه، ده انت ما تعرفش. فالشخص بينزعج وبيخاف وبيقعد تحت سطوة ايه الساحر، وينفذ ايه اوامره بقى، واخد بالك؟ ويجعلون من تلك الارواح عبيدا لهم، وبالخوف من العقاب والمعاناة، بيخافوا طبعا من العقاب، يطيعون أوامر الساحر دون المسيطر عليهم، السجان المسيطر عليهم من الأحياء، بغض النظر إذا كان ذلك الأمر لفعل الخير أو للأذى، يعني ممكن يأذي برضو حد عن طريق الإيه الطاقات، وطاقة الساحر وطاقة الأحياء، وبيحول الاكتوبلازما دي الى اذيه للغير، وبيقول لك بيتعمل له عمل ومش عارف ايه، كل ده موجود طبعا انا لا انكره، ولكن ليس استخدام الجن، استخدام الناس الهائمه دي. ولذلك جميل ان احنا بندرس الارواح، علشان احنا لما اليوم اللي احنا نعدي فيه الناحيه التانيه يبقى عندنا وعي، لو يجي واحد عايز يستعبدك او اي حاجه افتح عينك بص قدامك ما تخافش، روح مع النور، حد يكلمك يجي يستعبدك انا هعمل فيك واسوي فيك، وعندي شمهورش وعندي رئيس الجن، الرئيس جن مين، اعمل حاجه اتكل على الله، انا هنبتدي ندعي على الله سبحانه وتعالى، بحيث ان انا نذهب مع الملائكه وسيبك انت والبلاوي اللي انت فيها دي ما تتاثرش بيه يعني. طريقه التصرف بتاعت الناس الغلابه دي، هم أرواح ليس لهم قاعدة ثابتة للتصرف، ما عندوش، لأنه ما بيتحكمش في تصرفاته أساسا، ليه؟ بيخضع لأوامر الساحر، بيخضع لأوامر الشخص اللي بيستعبده يعني، لأن أوامر من يحكمهم ممكن أن تكون متغيرة وبشدة، دايما يطلبوا منه حاجة ويطلبوا عكسها، ويبقى زي المجنون عايز ينفذ عايز يرضيهم، عشان هو خايف من الإيه؟ العذاب الموعود، ده انا هوديك النار، ده انا هسلسلك، ده انا، خد بالك؟
فللأسف هذه الأرواح صعب أن تحرر نفسها من خوف وتحتاج لمساعدة من عالم الأرواح. يعني عالم الأرواح بيحاول يساعدها، وإحنا طبعا برضو عن طريق الدعاء للناس اللي بتتوفى وكلامنا معاهم ممكن هما يتنبهوا وما يخلوش نفسهم يقعوا في شرك واحد من السحرة دول، واخد بالك؟ فدي برضو احنا بننبه، واللي عايز يفهم يفهم، اللي مش عايز براحته. يعني انا هقول لك اللي عندي، يعني اللي احنا توصلنا له دي ناس اشخاص زينا زيهم للاسف بيقعوا في شرك الساحر لانه خايف، خايف من عذاب الساحر فبينفذ اوامره بقى، خد بالك؟ بس في حدود طبعا، مش هيقدر يقول له طب اديني 10 مليون جنيه يا ريت. يحاول يستخدم الطاقة بس ان هو يأذي حد، يزن على دماغه، يشجع حد على الانتحار، حاجة زي كده. الساحر هو اللي هيديله الأوامر وهو هيحاول يروح ينفذها. يعني رقم 5، المتملك الفردي بقى. في واحد بيبقى من الأرواح دي فردي على مزاجه حر، بيعملوا ايه دول؟ مين الارواح دي بقى؟ هذه ارواح كانت متمسكة جدا بالسعادة والشهوات المادية عندما كانوا احياء. يعني في ناس عندها مثلا حب للجنس، حب للشرب، تعاطي المخدرات، حب حتى السجاير مثلا، لكل الاشياء اللي هو يعني كان متعود عليها في حياته. فلما يموت دون بتبقى مشكلته مشكلة، هو هيروح مع ملايكة مش هيلاقي الحاجات دي هناك، فبيستمر هنا، بيستمرون العيش في العالم المادي بعد الممات، بيقعدوا معانا هنا، يعيشون في أماكن الدعارة. ليه؟ الراجل بيحب الجنس وكان بيروح الأماكن دي وهو عايش، فبتلاقيه بيروحها وهو ميت، وبيحاول يقعد مع الناس للأسف اللي بتمارس الجنس دون الغير طبيعي والشذوذ الجنسي والحاجات دي، وبيحاول يتغذى ويغذي شهواته على الطاقات بتاعتهم دي، بيحاول يحس، بيحاول يشعر باللي كان بيشعر بيه اياميها. يعني بيزاولوا بقى برضو، بيترددوا على البارات، على اماكن تعاطي المخدرات، النقط اللي بتعاطي المخدرات او اي مكان اخر يمكنهم التغذي على تلك الطاقات، واخد بالك؟ بيحاولوا يتغذوا، بيحاولوا ياخدوا الطاقات، زي احنا بنقول ايه، مصاص الدماء ده، بيشدوا عن طريق الطاقة، بيشدوا الإحساس ده. فبتلاقي الواحد مثلا اللي بيتعاطي مخدرات خلاص هو شبع مخدرات، عايز يروح، يحط في دماغه ان هو يشرب تاني، ويحط في دماغه يشرب تالت، والراجل عايز يقف لكن ما خلاص عقله مش هنا، والروح دي بتسيطر عليه وبتخليه يتعاطى يتعاطى حد ما يموت ساعات. يعني خد بالك؟ في الكثير من الأحيان بيعملوا معروف لتلك الأشخاص الحية في مقابل تلك الطاقات. يعني مثلا يقول له هحقق لك حاجة لو أنت رحت النهاردة. يعني ممكن يبتدوا يتكلموا معاهم بقى، يعني يبقى الراجل قاعد في البيت، يا عم خلاص الله ما اخزيك يا شيطان، انا هقعد في البيت مش هروح احشش وبتاع، فيجي بقى يقول له لا انا ما تخافش انت، وبكره هعمل لك كذا وبتاع، ويلا بينا، ويروح معاه في يوزه يوزه لحد ما يروح على تعاطي المخدرات دي، لان الروح دي محتاجاها، محتاجه الطاقه دي، محتاجه تتغذى عليها. طريقه تصرفهم، هذه الارواح ليست لها نيه أن تمارس الشر، مش عايزين يأذوا حد يعني، ولكنهم يصبحون عبيد لرغباتهم، الرغبات بتاعتهم، وينتهي بفعل أي شيء لكي يحصلوا على هذا الإحساس أو إشباع حاجاتهم. أهم حاجة الشهوات اللي عنده دي، عنده فراغ كبير جدا وهو بيحاول بأي طريقة يملأ الفراغ ده، فبيحاول بأي طريقة يجي جنب الشخص اللي هو من نفس نوعه اللي بيحب الشهوات دي وبيقعد جنبيه. يعني سمعت برضو او بنعرف ان في
الأرواح اللي بتسكن في المذابح والأماكن الدم، الأرواح اللي بتسكن اللي بتروح تقعد مع المعارك مع المحاربين، واخد بالك؟ الأرواح اللي بتشتغل علشان تخلي حكام البلاد تعامل الناس بشكل وحش عشان كذا، لأن احنا لو حكامنا مثلا يعرفوا عملية الأرواح دي ممكن يتحكموا فيها، لكن ساعات الروح بتسيطر عليهم وتخليهم يعملوا حاجات علشان يأذوا الناس، اللي هي النوع اللي جاي ده اللي هم اسمهم إيه؟ الممتلك المرسل، المرسل دول. هذه الأرواح لها مهمة اعتقادية، واخد بالك؟ وهي مواجهة الخير. هم بقى دي أرواح بقى شريرة بقى، هم عايزين الشر يعوم، عايزين الحاكم ده يؤذي الرعاية بتوعه، عايزين يكون مفتري، عايزين يكون حرامي، يعني بيحاول حتى لو الراجل بيحاول يعمل خير يحاولوا يشيلوا منه الخير ده ويخلوه ينتهي إلى الشر يعني. وهي مواجهة الخير وكل الأحياء الذين يمارسون أفعال خيرية موجبة، فبيحاول يأثر عليه جامد يعني. عادة هم أذكياء، ساعات بيكلم الزبون ده بيلاقي حاجات بتكلمه في دماغه كده، أفكار ذكية جدا، خفيف، واخد بالك؟ بيتحرك بهدوء وخفة، عنده خبرة، مكارين يعني. وفي بعض الأحيان مرتفعين روحيا، ساعات بيديله أفكار كده يخليه ينتشي، يديله إحساس خاطئ إن هو هيقدر يصلح ده ويصلح ده، وهو في العادة هيضلله يعني، بيحاولوا يضللوا الناس يعني. فواحد يقول لي يا عم مصطفى، طب ليه الأرواح العليا ما تتدخلش في الموضوع ده؟ ليه هما ممنعوش الأرواح دي؟ إيه الأرواح العليا ممنوع ان هي تتدخل فينا، لان احنا احياء في احياء، احنا بنفكر ان هم اموات، ودي حرية شخصية، حريتنا. فالحرية مثلا انا ممكن اروح اعمل خير، ممكن اروح اقتل يعني، فهو مش هيمنعني من القتل لحد ما انا افهم ان الفعل الخير هو احسن شيء، وان انا ممكن عن طريق فعل الخير اتقدم روحانيا. فساعات الأرواح ديت بتعمل الشر، والأرواح العليا ما تقدرش تعمل حاجة، لأن زي ما يكون واحد إنسان عايش وبيعمل بيأذي إنسان عايش، وهي حرية، حرية اختيار يعني، فما بيتدخلوش، فبيأثروا على الناس. بس هو مش هياخد مثلا إيد الرئيس ويخليه يفتح مثلا أماكن يعذبوا فيها الناس، ده بيحط في دماغه بس، يقول له امسك الناس دي المعارضين حطهم عذب اضرب بتاع، الناس اللي يجهل موضوع الارواح بيتأثر جدا بأي كلام بيجي في دماغه وبينفذه، لانه بيفضلوا وراه لحد ما ينفذ يعني. وخاصة السياسيين هما بيهاجموا كتير جدا من الارواح دي، يعني هما مش عايزين خير، هما عايزين شر يعني. عادة هما أذكياء وخفاف، بيتحركوا بتاع وعندهم مكر، وفي بعض الأحيان مرتفعين روحانيا، يعني بيجيبوا أفكار كده عالية ومش عارف إيه علشان يضللوا الزبون يعني. بعضهم يمتلك قدرات معرفة في بعض الأحيان أكثر من الضحايا الأحياء، واخد بالك؟ ساعات يحط بقى في دماغه أفكار كويسة جدا وبتاع، ويكلمه فينعشه كده، وبعدين يوقعه يعني، بيدله جامد يعني. طريقة تصرفهم، بيتصرفوا ازاي؟ هدفه هو تدمير ثمار الخير، ده هدفه، وبعدها يزرع مفاهيم الهدم، المفاهيم الهدامة والسالبة، وعادة يعملوا على نقاط الضعف اللي في الشخص، الغرور، واخد بالك؟ بيحردوه بقى، حردوا على الشجار، على النميمة، على الغيرة، على الطمع،
وبيوقعوا بين الأشخاص وبين الطوائف وبين الحاجات دي، تلاقي الأرواح دي شغالة عسل يعني. هما برضو بيشتغلوا على التوقيع بين الناس والتوقيع بين الطوائف، بيحاولوا يخلوهم يحاربوا بعض، يخليهم يقتلوا بعض، بيتلذذوا بالموضوع ده. كل ده ممكن انت تتفاداه برضو، واحنا هنشوف في الآخر عن طريق الصلاة وعن طريق الدعاء وعن طريق النظافة وعن طريق الضمير النظيف. وكل ما تجيلك أفكار سالبة اطردها فورا وتقول دي مش أفكاري، دي أكيد دي أرواح، ابعدوا عني وأنا هعمل الصح وهكذا. لما أنت تصمم، إرادة الإنسان الحي بتتغلب على إرادة الإنسان المتوفي، تأكد من دي. أنت ممكن تتحكم فيها وأنا ممكن أتحكم فيها. حتى وأنا في الفيديو ده وأنا بصوره لكم وفي ناس معاها أرواح بتجيلي برضه، بيحاولوا يحطموني، يقولوا لي ما تعملش، انت تعبان، روح نام، ما تعملش الفيديو ده، خايفين يتكشفوا يعني. فبييجوا، بس انا ما بخافش منهم يعني. احنا هنا ماشي يا عم تعالى، هيفهم وهو قاعد معايا دلوقتي ويشوفني وانا بتكلم كده، حتى هيفهم حالته ويبتدي يقول طب يا رب، طب اشوف النور، طيب ونمشي، لانه هو بيبقى مسجون غلبان يعني. هو هذا الشخص غلبان. وساعات وانت بتتفرج على الفيديو بيكون الزبون اللي معاك ده بيتفرج معاك، يمكن هو يستفيد برضو من الحلقة ديت ويبتدي يشوف طريق الله سبحانه وتعالى، ويبتدي لانه هو بيفضل تعيس يعني، بيعمل الاذى ده وبيفضل تعيس، واخد بالك؟ اخر انواع الارواح دي هو يعني أسوأ نوع، اللي هو المتملك المنتقم، اللي جاي بقى عشان ينتقم بقى، ده شنيع ده. المنتقم ده هو إنسان يمكن أنت عملت له مشاكل في حياتك السابقة وقتلته مثلا، أو سببت له مثلا، خدت براته مثلا، زنيت معاها وكده، قتلت ابنه، عملت حاجة كبيرة كده. فلما نيجي احنا نتولد، طبعا احنا بننسى الحاجات اللي احنا عملناها دي رحمة من ربنا يعني، عشان ما نعيش في تأنيب ضمير دائم يعني. فطب ليه احنا ما بنفتكرش؟ ده لو انت افتكرت هتبقى مصيبة يعني، هتعيش في حالة تعاسة، ازاي انا عملت كده وازاي انا عملت كده وازاي انا عملت كده. انت قلت الكلام ده في عالم الارواح، ازاي انا عملت كده وازاي انا عملت كده وازاي انا عملت كده، ودلوقتي انت نزلت علشان تعمل حاجة عدلة يعني. فحاول تعمل العدل، حاول تعمل الخير، المحبة والسلام وكل الحاجات اللي احنا عارفينها والاحسان والكلام ده، وخلاص هي دي الفكرة يعني، علشان تخلص من الكارما، من الذنوب اللي جت وقع عليك دي. فالممتلك المنتقم ده اللي هو واحد طبعا بيتربص لنا بقى، بيقعد يدور 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 لحد ما يشوف الزبون ده اتولد فين، ويجي بقى يلازمه بقى من ساعة ما اتولد وحتى آخر، وعايز ينتقم منه، عايز ينتقم منه. لو يقدر يعمل معاه حاجة بيعمل معاه حاجة، لو بيوزه بيعمل بيتفنن علشان عنده روح الانتقام، بما انه ما سامحش فبيفضل في مشكلة الانتقام دي. ولذلك احنا ما يجبش ان احنا نراعي ان احنا ما نظلمش حد في الحياة اللي احنا فيها دي، وان احنا ندفع الثمن. ما فيش حد هيظلم النهاردة يعني. مثلا تخيل واحد مثلا من ضباط البوليس، وخد واحد وابتدى يعذبه وينفخه ويديله كهرباء ومش عارف ايه وبتاع، لحد ما الراجل ده مات في ايده. فالراجل ده مات من وجهة نظره، لكن الراجل ده عايش. فبيقعد وهو الضابط ده وانا عايش بيفضل وراه، عايز ينتقم منه، عايز ينتقم منه، عايز ينتقم منه. لو ما قدرش ينتقم منه بيحاول يدور عليه، فالضابط ده يروح عالم الارواح 100 سنه، 200 سنه، 300 سنه، يتولد تاني. يروح الزبون ده لسه ولا اتولد ولا حاجة، لسه ما ارتقاش، وحاطط الراجل ده في دماغه، والله العامل فيه مش هسيبه، ويفضل الغضب
الانتقام وروح الانتقام، ويتولد الضابط ده والزبون ده ياخده من ساعة ما اتولد، ويعذب بقى في أهله ويقرفه ويتعبه في دراسته، بيقرفه بيقرفه ما عندكوش فكرة. يعني ده الروح المنتقم، ده من أشنع الأنواع، وبرضه بنقدر نتخلص منه بالصلاة بالدعاء وكده، وإن إحنا نسامح الآخرين، بنغير سلوكنا يعني. وإلا لو الظابط ده استمر في حياته الحالية بيأذي الناس، برضو هتلاقي تتجمع عليه بدل روح بيتجمعوا 40 عشان يأذوه برضو، يعني اللي هم المنتقمين دول. فالوصف هذه هي حالات أقل ظهورا للتملك، ولكن هي من أسوأ الحالات، لأن دوافع تلك الروح لها جذور قوية في الماضي في الحيوات السابقة. عادة ذاكرتنا محدودة بحدود ما هو مسجل في ذاكرتنا المادية الفيزيائية الحالية، أو بالأحرى نحن لا نتذكر ماذا حدث لنا قبل أن نعود للحياة. ولكن هذه الروح المتملك المنتقم لديه الذاكرة المؤلمة، الذاكرة المؤلمة كما لو كانت حدثت حديثا للتو، زي ما تكون حصلت امبارح، كل الضرب والعذاب والنفخ والكهرباء والحاجات اللي الشخص ده عملها فيه، بيشعر وكأنه عمل فيه الكلام ده امبارح. يعني بالرغم انه مش ظابط في الحياة دي ولا حاجة، بيشتغل حتى عامل خرسانة وكده، لكن الزبون ده بيبقى وراه بالمرصاد عايز ينتقم منه، هو ما زال يشعر على جسده تلك الآلام العميقة. بيتصرف ازاي؟ طريقة تصرفه، هو يتذكر بالكامل كيف عانى في يد الشخص المملوك، واخد بالك؟ ولأن لديه تلك الذاكرة السلبية، فهو يتحرك بكراهية كبيرة وغضب شديد، وعنده استعداد أن يتتبع المملوك، الشخص المملوك ده، من ساعة الولادة حتى القبر، حتى اللحد يعني، اللي كان يستطيع أن ينتقم منه، وحتى بعد الموت، حتى الشخص ده لما يموت بيستقبله في عالم الأرواح وبينتقم منه، ويشد عليه أرواح من هناك وينتقموا منه. فواحد بيقول لي يا ترى ربنا مش هيعاقب الظلم؟ هو في عقاب أكتر من كده؟ ده بيطلع عليه البلاء وبيدفع في حياته ديت، بيدفع في حياته القادمة. فكل واحد بيفهم الموضوع ده بيكون ذكي جدا وما يعملش الكلام ده. معلش الحلقة دي طالت، لكن لازم أكمل أخلصها. يعني هنعلق برضو على الحالات رقم 6 ورقم 7، اللي هي المنتقم واللي هو المرسل دول. ده ما بالك، فحدي لك مثلا حالة ازاي بيعملوا مثلا المنتقم. مثلا اتقتل، يعني واحد قتله في الحيوات السابقة، فهو بيجي ويقول له مثلا فلان، بيحاول يختبر نقط الضعف فيه، بيحاول اهم حاجة يكتشف ايه نقطة الضعف اللي في الزبون ده. فمثلا بيروح بيديله في دماغه كده، شوف شكلك في المراية، ده انت شكلك وحش جدا. فهو بص في المراية ويقول مش مهم، لا اكترث بشكل يعني، فيحاول يشوف حتة تانية، نقطة ضعف تانية. شوف المحفظة بتاعتك ما فيهاش ولا مليم، انت ولا عارف تلاقي شغل ولا عارف تعمل حاجة. فيبص في المحفظة بتاعته بدون ما يفكر ايه اللي بيحصل، ده في حد بيتكلم في دماغه بيوسوس له يعني. فيبتدي يبص في المحفظة، ما لقيش فيها فلوس، ولا فعلا انا معيش فلوس، بس هعمل ايه، اديني باكل بشرب وحد بيصرف عليا وخلاص يعني. فبيقول لك دي مش نقطة ضعف يعني. بعد كده الاقيه داخل بقى على ايه، الواتساب مثلا، وعمال يكلم بنت، والبنت دي تديله شلوت، يكلم بنت تانية تديله شلوت، يتكلم، يخش على المواقع الاتصال دي محدش يعبره. فبيبتدي
يشوف بقى نقطة ضعفه، ده عمال يدور، فقعد يقول لي شايف ادي ما فيش حد يعمل حاجة اهو، ما فيش حد طايقك، ما فيش حد بتاع، ويفضل ايه يعني يحطمه يعني معنويا. شوف شكلك انت راجل مفلس، انت عايش ليه؟ موت احسن. ويفضل يكلمه في دماغه ان هو لازم احسن له يموت، مش هيحس بحاجة، دي لحظة معينة وانتهى الموضوع، وهكذا. ويفضل يكلمه 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 لحد ما الشخص ده يقول اه والله انا لا، يقول له مثلا طب فين اصدقائك، انت ليك اصدقاء؟ ده انت لا ليك اصدقاء، ولا حد بيحبك، ولا حد عايز يشوف وشك، شكلك زي الزفت، معكش فلوس. ويفضل يعدد له بقى ايه المشاكل اللي عنده ويزود عليها حاجات ما كانش الشخص ده بيفكر فيها. الشخص ده يبتدي يفكر، يوم ينام يفضل على دماغه وهو نايم يكلمه وهو صاحي يكلمه، واخد بالك؟ لحد ما يجي يقول لك طب انا مثلا بجد الكلام ده كويس، انا هموت نفسي. فيجي يفتح شباك، هو ساكن في دور عالي، يقول لك هرمي نفسي من الشباك. فتيجي الارواح العليا تحاول تمنع الموضوع ده، مثلا يخلوا يحطوه على بال امه كده، تروح امه متصله بيه بالتليفون، فيقعد يكلمها. فالارواح العليا تحاول تديله، عارف انت بيقول لك في شخصين، واحد هنا واحد هنا، بالظبط هي دي. بتلاقي واحد عمال يديلك الافكار الشريره، والتاني بيديلك الافكار الكويسه، لا اوعى تعمل كده، روح دور على شغل، مش عارف ايه. وحسب بقى نفسيتك وافكارك السالبه او الموجبه، انت هتتجه الى واحده من الناحيتين. يعني عادة الإنسان ده اللي هو خلاص بعد عن الشباك، كلم أمه، افتكر أمه، افتكر، ما كانش فاكر حد، كان فاكر إن هو هيموت وخلاص، مش هيسبب ضرر لحد يعني. اللي ابتدى يشوف أمه وابتدى يشوف حياته، إيه اللي أنا كنت بفكر فيه، دي حاجة وحشة وكده، ويبتدي يخرج من البيت ويحاول يشيل الأفكار دي من دماغه. لو بقى عنده الروح اللي هو المنتقم ده اللي عايز ينتقم منه، مش هيسيبه، هيروح وراه، هينزل وراه ويحاول يقنعه ان هو ينتحر، ان هو يعمل حاجة غريبة. يعني بتحصل برضو مثلا يكون واحد ماشي دخل في بنك مثلا، وشاف واحد عسكري معاه طبانجة، فيجي الروح دي وتحط في دماغه شيل الطبانجة واقتله مثلا، بتحصل دي، خد بالك. فالإنسان اللي هو مش واخد باله ممكن ينفذ البلاوي اللي بتحصل دي، تأثير الأرواح دي علينا جامد. طيب في النهاية أنا عايز أنهي المحاضرة دي بسرعة لأني وصلت لحوالي 50 دقيقة. إزاي إحنا بقى نتخلص من البلاوي دي كلها يعني، والأرواح دي كلها، ونساعدهم في نفس الوقت إن هم يشوفوا طريقهم لو ممكن يعني. أول حاجة بالسلوك الحسن، انت شايف مثلا معظم الارواح دي بتروح عند الرغبات والشهوات، فانت ما تروحش بقى لبيوت دعارة، تمشي شمال، تقعد تشرب خمور، تقعد تدخن وحشيش ومش عارف ايه. كل ما انت بتنزل في المستويات الدنيا والسلبيات دي، كل ما انت هتجذب حواليك ارواح وممكن تعقدك نفسيا وتخليك تعيش في حالة كآبة وحالة إدمان مستمر يعني. فأهم حاجة أنت تراقب سلوكك. أنا طبعا مانيش إنسان كامل ولا حاجة، أنا برضو ليا عيوبي وبحاول أكتشف عيوبي، بحاول أعيش مثالي على قد ما أقدر، وبراقب أفكاري. لو لقيت أفكار شريرة أعرف إن الأفكار دي مش بتاعتي، بقول له يا عم اخلع مني، مش هتاكل، ما عندكش عيش هنا، مش هتاكل عيش هنا، شوف لك مكان تاني. فبيتخلى عنك لانه هو عايز السهل، عايز الفريسة السهلة، عايز الانسان الكئيب، عايز الانسان اللي هو عنده نقط الضعف دي. كل ما انت عندك نقط ضعف، عايش في اكتئاب، عايش في حزن، عايش في غضب، عايش في حسد، عايش في كل الحاجات النيجاتيف دي، غرور وهكذا، فبيجي يحاول يغذيك من هذا. فانت شوف العيوب دي وتخلى عنها،
دي تاني حاجة تعملها. التالت حاجة ان انت بتحاول تكون نضيف دايما، يعني تستحمى، تلبس هدوم نضيفة. في ناس دايما بتمشي ما بياخدش دوش، ما بيحطش بوزيل عرق، ما بيحطش برفان، فالارواح الدنيا دي بتحب النتانة يعني. معلش يا جدعان، بتحب النتانة، الناس اللي ما بتستحماش، الناس اللي بتاع اللي بيفضل بالجنابة بتاعته وكده، فهم بيتلذذوا كده، بيجوا جنبه يعني. فخد بالك انت، اهم حاجة النظافة. في ناس بتستحمى ساعات بملح خشن وبعدين يستحمى بعادي بمية عادية، في ناس بتعمل شاي قول معايا بورق مثلا ريحان، بيغلي شوية ورق ريحان ولما يروح الحمام بيستحمى بالورق دون من الرقبة وتحت، يعني ما بيحطش على دماغه الريحان ده، وبيستحمى بمية عادية، بيزيل برضو كل الطاقات السالبة بتخرج مع الورق ده ومع الورق الريحان ده. وأهم حاجة الصلاة والدعاء لله سبحانه وتعالى إن هو ينجينا ويبعد عننا كل شر، ويبعد عننا كل تفكير نيجاتيف، أي تفكير سلبي، وهكذا يعني. ونراقب بقى تفكيرنا ونرفض الوساوس وأي أمر بالشر. يعني كل ما تلاقي نفسك بتفكر في تفكير شرير فأنت اخلع منه فورا، امشي اخلع منه وما تسمعلوش. يعني أول ما تشوف نفسك أنت بتفكر في أشياء خاطئة، روح اسرق كذا، روح اعمل كذا، روح ائذي فلان، أو تلاقي نفسك مكتئب، قوم يا عم الحاج صلي لك ركعتين لو انت مسلم، او اعمل لك ترنيمة، ولا روح الكنيسة، اغسل وشك، استحمى استحمى، انزل شوف اصدقائك، وهكذا. فانت بتخرج من المجال التأثير يعني، وكل ما بيلاقوك انت راجل صالح وبتعمل الخير وكده هيحاولوا يقول له شوف لك حد تاني يعني. كل ما تلاقي افكار غريبة جاية عليك اطردها وصلي وادعي دايما، لو كان في حد جنبي ربنا ينور له طريقه ويمشي في طريق النور. اتمنى ان انا اكون افدتكم، لان الناس عماله فقط بيقولوا ده قرين، ده شيطان، ده قرين، ده عفريت، ده شيطان، ده كده، لكن دول اخوان لنا للاسف ضالين وبيمروا بالمراحل اللي انا حكيتها لكم النهارده دي. شكرا جزيلا والى اللقاء. سلام سلام.